نستعين باسم الجمعية البحرينية للشركات العائلية. نرحب بكم جميعا في هذا المنتدى. نرحب بمعالي رئيس مجلس الشورى وسعادة محافظ البنك المركزي وبكم جميعا حضرات السيدات والسادة. نحن في بيت القرآن، وخير ما نبدأ به أعمال هذا المنتدى آيات من الذكر الحكيم. تفضل مشكورا بتلاوتها سفير الجمهورية العراقية لدى مملكة البحرين سعادة السيد غسان حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم أرض فإذا هي تمور. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. الجمعية البحرينية للشركات العائلية هي تتويج لجهود طيبة أثمرت عن الإشهار عن تأسيس هذه الجمعية في 30 يوليو 2006. الكلمة الآن لرئيس هذه الجمعية السيد خالد كانو. أصحاب السعادة، سيدات والسادة، نرحب فيكم مرة ثانية وباخذ من وقتكم شيء قليل، دقائق قليلة، لأعطاكم نبذة عن الجمعية. الجمعية طبعا مثل ما تشوفون تأسست. أول نبتدي معلومات أولية عن الجمعية. تأسست الجمعية في 30 جولاي 2006، صار لها تقريبا حوالي سنة. تضم 35 عضو مؤسس، لكن الجمعية ترحب بالمزيد من الأعضاء، وترحب بالمزيد من الأعضاء سواء من الشركات العائلية أو من المهتمين بالأمور الشركات العائلية. وهي تقوم، هي مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح،
وتقوم بتمثيل الشركات العائلية والعمل على الدفاع عنها. نعطيكم لمحة موجزة عن شعار الجمعية. شعار الجمعية اللي يشوفونه على الشاشة هو يحتوي على ثلاث حلقات مترابطة تمثل الملاك وأفراد العائلة والمدراء والعاملون. والسر في نجاح الشركات العائلية هو مراقبة كل حلقة وعدم السماح لإعطاء الأفضلية لوحدة على الثانية. ويجب أن علينا التمعن بما يوجد هناك ما يوجد هناك من تداخل ما بين هذه الحلقات والحاجة إلى الحكمة والقدرة على تحمل الصعوبات والتغلب عليها. هذه هو شعار الجمعية. وكل هاي حلقات مهمة، كل حلقة من هذه الحلقات مهمة وتلعب دور كبير للغاية. ومن أهم واجبات الجمعية القيام بما يلزم من أمور يتم فيها توازن هذه الحلقات مع بعضها البعض. وجميع هذه الحلقات يعني مترابطة ولا غنى مثل ما قلنا لطرف على لحلقة على الأخرى. رؤية الجمعية هي العمل على احتضان ورعاية الشركات العائلية في المملكة ومساعدة الشركات على تطوير هياكلها ونظمها واستراتيجيات عملها ومواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية ومحاولة تأسيس مقر الجمعية في المملكة وتوسيع نطاق عملها خليجيا إن أمكن. رسالة الجمعية تنفيذ كافة البرامج والمشاريع والبرامج التي تحقق وتساهم في تطويرها وتكفل النمو والازدهار وتعزز قدرتها التنافسية، كما تقوم بتقديم خدمات التوفيق والمشورة لمن يطلبها من أعضاء الجمعية وذلك للمساهمة في حل أي خلافات من أعضاء الجمعية وحتى من خارج أعضاء الجمعية أيضا، ومساعدة الشركات العائلية وتوجيهها إلى المختصين المعتمدين من قبل الجمعية وذلك من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، وكذلك تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية وحل الصعوبات ومشاكل الشركات العائلية. تبقى الأهداف مساعدة الشركات العائلية على تطوير هياكلها ونظمها واستراتيجيات عملها، تطوير وتنمية الفكر الإداري في الشركات العائلية، ومساعدة الشركات العائلية على بناء علاقات عمل مع نظيراتها في الخارج، والسعي لتمثيل وحل مشاكل الشركات العائلية لدى كافة الجهات في مملكة البحرين وخارجها، وكذلك مساعدة الشركات العائلية وتوجيهها للمختصين المعتمدين وتقديم خدمات التوفيق والمشورة وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية وتنظيم الفعاليات التوعوية التي تخدم الشركات العائلية. المشاريع والأنشطة والبرامج الموجودة هي الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مراكز البحوث والمنظمات المهتمة بالشركات العائلية سواء الإقليمية أو الدولية، وتنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالشركات العائلية، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من رجال الأعمال والوفود الخليجية والأجنبية، وإعداد دراسات اقتصادية حول الأوضاع التجارية وغيرها من الأمور، وتوفير مكتبة بمراجع علمية وإحصائيات وأدلة تجارية وموقع إلكتروني، وتوطيد العلاقات مع الجمعيات والهيئات الخليجية ذات العلاقة في الشرق الأوسط والجي سي سي والعالم. ما نصبو إليه هو النجاح وتحويل هذه الجمعية إلى نموذج احتذى به من خلال برامج وأنشطة ذات جودة لتحقيق أهدافها المنشودة للمساهمة بفعالية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني والتجاري طبعا البحريني وأعضاء الجمعية على وجه الخصوص، وذلك
في خضم الازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلد ومن تحولات اقتصادية واعدة وفرص استثمارية اجتماعية طموحة تنفذها الدولة لتحقيق الازدهار. ظاهرنا بأن الهاي. شكرا جزيلا. نشكر لكم. هذا العرض الموجز لمنطلقات الجمعية البحرينية للشركات العائلية التي يشكل هذا المنتدى باكورة نشاطات هذه الجمعية. الآن السيد خالد عبد الله الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الزامل الذي سيتحدث لنا عن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في الاستمرارية ويحلق بنا في أجواء وعرض هذه التحديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ خالد كانوا ما قال لي إن الأخ محمد أخوي محمد بيحضر المحاضرة، فالحين الأسرار اللي طلعها توهقت فيها أو اللي بطلع. أظن في عندي بعض سلايدز هتجي، لكن حبدأ إلى أن تكون جاهزة. إن عندنا بالعربي والإنجليزي حطوها بالإنجليزي، نتكلم بالعربي اليوم. يعني مجموعة الزامل بدأت بالوالد الله يرحمه عبد الله حمد الزامل في البحرين، وبدأ أعماله التجارية وتوسع في المملكة العربية السعودية، وتوفى الله يرحمه في عام 1961. وبعدها تولى الأخ محمد قيادة الشركة وما قصر، ضحى وجلس وخلانا حنا نروح، اللي في كان يدرس في أمريكا واللي كان في ثانوي والابتدائي سواء هنا أو في السعودية. والحمد لله رجعوا الأخوان وبدأ الأخوان بالعمل مع الأخ محمد في الشركة، ومع انطلاقة المرحلة الصناعية خاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين بدأت المجموعة الواقع التوسع الصناعي في حدود أوائل السبعينات. نمت المجموعة الحمد لله وتوسعت، وتماسك الأخوة والأخوات 12 أخ وخمس أخوات، وما زالوا الحمد لله في نفس الشركة. وطبعا الجيل الثاني او الجيل الثالث ايضا بدا وبقوه. بدات طبعا مع التوسع ومع دخول الجيل الثالث بدا التحدي اللي يواجه اي شركه عائليه. ومن هنا بدانا الواقع، بدانا العمل. أنا طبعاً هتكلم في بعضها هتكون جزء من السلايد، بعضها هتكون مختلفة شوي. بدأنا وبدأت التحديات مع التوسع، وبدأ الأخوة نفكر بقوة في حوكمة الشركة وأهمية تأسيس هيكلية واضحة لنظام الشركة وفصل بين شؤون العائلة وملكية الشركة. كان منها إعادة تحديد عندك طبعا هنا الواقع كانت لمحة عن المجموعة. يمكن نمشي للثانية. كان في إعادة تحديد للملكية ولطريقة الحوكمة. في الأول شايفين المالك الوحيد عبد الحمد الزامل، بعدها الأخوة 12 مع الانطلاق المجموعة، بعدها يبدأ الجيل الثالث، يبدأ أبناء العم، أبناء الخال، أبناء الخالة، يبدأ نسميه اتحاد
أقارب. طبعا من بدأنا في الحوكمة بدأنا ننظر لمفهوم ومتطلبات وكبار المساهمين. يا أخي ما هي الفائدة من وأهداف أن نعمل نظام وحوكمة للشركة؟ كان دراسة أفضل ممارسات بالنسبة لإدارة شؤون العائلة وشؤون الشركة، تقييم واختيار وتطبيق خيارات نظام الحوكمة المناسبة لمجموعة الزامل. طبعا بدأنا وعملنا مع شركات استشارية لتحديد الأهداف لدراسة المشاكل وتوقعات التحديات للمستقبل، ويعني يمكن اشتغلنا معهم أكثر من 3 سنوات للظهور ب يعني أفضل الأنظمة. طبعا يعني شيء مهم جدا ودي أقوله، إنه أي نظام يجب أن ينظر له كنظام ديناميكي يتغير مع تغير الظروف. فوضعنا للنظام، وضعنا للميثاق والدستور، إنه ممكن يأتي له يوم المجلس العائلة له حق تغيير أي نظام أو أي مادة فيه. في الأدوار الأساسية في عندنا في إعادة تحديد دور مجلس العائلة ومجالس الإدارة أو مجلس الإدارة في تكويننا. يمكن بعد قليل يجي تكوين الشركة لمجلس العائلة، تنظيم دور أعضاء مجلس الإدارة. كان عندنا يعني الحمد لله من بدأنا يمكن مع تأثير الأخ محمد وضوح في الرؤية كمجموعة. الرئيس أو مدير عام الشركة من الأخوة له صلاحيات يتبع لمجلس إدارة الشركة، مع أن عندنا يمكن 12-15 شركة في السابق. مجلس الإدارة له صلاحيات معينة، المدير العام له صلاحيات معينة، وفي يعني عندنا واضح الفصل بين الصلاحيات وبين أيضا الأمور الشخصية. وكانت هذه يمكن من الأمور اللي خلتنا الحمد لله ننجح من البداية، أنه المدير العام مع أنه شريك هو موظف ومسؤول لتحديد مهام بالنسبة للربحية، بالنسبة لتوسعات الشركة، استراتيجية الشركة وتخطيط الشركة، لكن ليس له الحق أن يتصرف إلا في حدود صلاحياته. يرجع لمجلس الإدارة وأيضا يفصل أموره الشخصية، وهذه مهمة جدا لنا كلنا خاصة الشركات عالية للمستقبل، تكون في وضوح وصراحة أن نفصل الأمور الشخصية أو العائلية عن عمل الشركة. مع التوسع في هناك أدوار أساسية في بدأنا للظهور فيه لتنظيم الشركة، ومنها هيكلية الشركة القابضة، اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومراجعة الأعمال وسكرتارية المجلس. هذا بالنسبة للشركة القابضة. لجان المجلس الإدارة وضعنا، وفي لأن المجموعة فيها يمكن يعني العدد حوالي أكثر من 30 شركة ويمكن 35 شركة شقيقة كبيرة جدا، فاضطررنا أن نعمل مجالس قطاعات تابعة للمجموعة القابضة، صناعية، استثمارية، عقارية لتتبع، ومالية. الشركات المتخصصة، إذا شركة صناعية تتبع للشركة للقطاع الصناعي. مجلس إدارة المجموعة القابضة يهتم بالاستراتيجية وبالسياسات العامة، أما الأمور الأخرى فتهتم فيها المجالس القطاعية. في أنا مضطر أسرع شوي، يمكن أخلي أكثر بعدين للأسئلة، لأن خالد كانهم معطيني وقت محدد وقال لي لا تتعدى. في تنظيمنا في الحوكمة ولهيكلية النظام اللي طلعنا فيه، طلعنا بتصميم لمجلس العائلة وهو منتدى يناقش أمور العائلة. وفي هالمنتدى هناك في المنتدى في لجنة مستقلة تعني بالجيل الثالث، وهذا مهم جدا. يجب أن يكون عند في الشركة مجموعة متخصصة
وأحد أفراد العائلة يكون منهم للاهتمام بالجيل الثالث، تدريبه يعني مراقبته، عمل يعني روتيشن في عمل في عدة شركات أو عدة مهام يجب أن، وأيضا معايير للترقية والمكافآت والمعاشات. يعني ما بالموضوع موضوع عاطفي، يجب أن يكون فيه واضح في الصورة ويعطى. يعني اليوم، وهذا ترى تحدي حتى عندنا اليوم، مو بالأخ الأكبر من الجيل الثالث يأخذ أكثر من ولد عمه اللي أصغر منه بشوي لأنه والله هذا الكبير. هذه إحنا حاولنا أن نغيرها على حسب الكفاءة والتقييم، والتقييم يأتي من لجنة بروفيشنال متخصصة، ويكون واحد أو اثنين منهم من العائلة، من مجلس العائلة، وحبذا لو يكون واحد من الكبار من المالك أو الأخوة الكبار، لأن هذا وضع حساس ولكن يجب أن نتقبل فيه. هناك أمور أخرى مهمة جدا يجب أن ننظر لها في بالنسبة للأبناء. في ابن جيد كمدير عام كموظف، وممكن يصير مدير عام وبروفيشنال ممتاز. في ابن جيد يكون مالك، يعني يحضر جمعية عمومية، يسأل أسئلة ممتازة كمساهم، وممكن أنه يعني حتى يدلي بدلوة ويفيد الشركة بس كمساهم وليس كبروفيشنال أو كمدير. وفي واحد يعني ثالث ممكن أنه يعني خلنا نقول لا هذه ولا هذه، يبي ديفيدن آخر السنة ومرتاح. أهم شيء في الموضوع خلق الثقة بين الأفراد، خاصة الجيل الثالث أبناء العم، يعني هذه مهمة جدا. عندنا احنا اثنين من الأخوان هنا الصغار، وليد وتوفيق، كل همهم يبون الديفيدن في نهاية، وهم موجودين هنا عندنا آخر السنة. بالنسبة لي طبعا في هذه أدوار أساسية في شؤون في مجلس العائلة، يعني مثلا استراتيجية الشركة، مجلس العائلة يهتم أن يحدد لمجلس الإدارة أو القابضة وين اتجاه الشركة، مثلا قطاع الكوميونيكيشن جاي أو التليكوميونيكيشن أو أشياء جديدة. ممكن يا جماعة ترى أنتم مركزين لي على العقار ومركزين لي على الصناعات التقليدية، والعالم رايحين في محل ثاني، يعني يكون في نوع من التواصل معهم بس بصورة عامة، بصورة يعني ماكرو وليست مايكرو. بالنسبة لي أيضا ينظرون للشؤون العائلية، مشاكل بين الأخوة، مشكلة عند أحد أفراد العائلة بالسرية ينتدبون أحد يمسك هذا المجلس. مني في الأعضاء المجلس هذا عادة يكونون من الكبار الأخوة، يمكن الأب وبعد الأخوة اللي هم وصلوا 65، يعني اللي متقاعدون خلنا عشان ما نحدد عمر. فهذه مهمتهم، بالعكس هذه مهمتهم أهم من مجلس الإدارة القابضة، لأنه شؤون العائلة، ينظرون لأرباح الشركة يعني بصورة عامة، يتركون للأخوة اللي أصغر الوسط، يعني خلنا نقول الجيل الوسط أو اللي بعده، يتركون له أن هم يمسكون مجلس إدارة القابضة أو مجالس إدارة الشركات الأخرى. مجلس العائلة طبعا لا أهمية كبرى في تماسك المجموعة، في تماسك الشركة، وهذا تحدي ترى كبير، ويجب أن يكون هناك تضحية أو خلنا نسميها إعطاء صلاحية. يعني واحد اشتغل